السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بجهود مجلس النواب لمواجهة جائحة كورونا. وزارة العمل تبدأ في تعزيز إجراءات التوظيف الإلكترونية. الصحة تدشن خدمة التطبيب عن بعد عبر استشارات بتقنية الفيديو. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بجهود السلطة التشريعية بمملكة البحرين في مواجهة جائحة كورونا، وخاصة في مجال تعديل القوانين وسن التشريعات والإجراءات التي قام بها مجلس النواب، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينر رئيسة مجلس النواب. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير التالي. ضمن تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد البرلماني الدولي، تضمن معلومات حول استجابة البرلمانات في العالم للتصدي لوباء كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها جراء ذلك، بما يتواءم مع الظروف الاستثنائية التي مرت بها دول العالم إزاء جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. وأكد تقرير الاتحاد البرلماني الدولي على أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تعمل مع الحكومة لضمان سلامة المواطنين من تفشي عدوى فيروس كورونا كوفيد-19. ونوه التقرير للجهود والإنجازات التي حققتها السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن البرلمان وافق على مشروع قانون حول دفع رواتب موظفي القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو، كما اعتمد البرلمان عددا من المقترحات المحالة إلى الحكومة، بما في ذلك التعليم عن بعد وتعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية ومنح مكافآت للموظفين والمتطوعين الذين يعملون في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا. وذكر أن البرلمان ساهم في الدفع بخطوات تصب في تقديم الدعم لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء صندوق تكافلي يختص بجميع المساهمات والتبرعات من رجال الأعمال والشركات الوطنية والبنوك والأفراد، بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة. جهود مجلس النواب في التصدي لفيروس كورونا جاءت مواكبة لجهود فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونالت إشادات دولية وبرلمانية ضمن قصص النجاح والتجارب المتميزة لمملكة البحرين. أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه اعتبارا من يوم غد الاثنين سيتم البدء في تعزيز إجراءات التوظيف الإلكترونية بعد أن تم اجتياز الفترات التجريبية بنجاح، وذلك بإتاحة الفرصة الكاملة للباحثين عن عمل للدخول على النظام بكل يسر وسهولة، إذ بإمكان الباحث عن عمل الدخول وتسجيل الحضور إلكترونيا وحجز المواعيد المقبلة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، إضافة إلى الاطلاع على فرص العمل المتوفرة بمعرض التوظيف الإلكتروني وترشيح نفسه للوظائف التي يرغب بها والتي تناسبه بحسب ما هو متوفر في بنك الشواغر لدى الوزارة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد حسين الشامي مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أهلا بك. بداية، ما هي معايير ومميزات البحث عن عمل إلكترونيا؟ أهلا وسهلا، شكرا لك طبعا، شكرا تلفزيون البحرين، ونمسيكم بالخير، ومسي على السادة المشاهدين. طبعا ميزة توفير الخدمة الإلكترونية طبعا راح تكون ميسرة للباحثين عن عمل طوال الوقت، إنه ممكن يدخلون على موقع الوزارة ويسجلون أنفسهم، يسجلون ويثبتون جديتهم، بعد ما يسجلون الحضور يطلعون على الوظائف المتاحة المتوفرة في بنك الشواغر الوزارة، ويختارون بأنفسهم ما يناسبهم وإمكانية البحث عن يعني خلنا نقول يأخذون راحتهم وفرصتهم في أنهم يبحثون على مختلف الوظائف والقطاعات، ويختارون حسب المناطق اللي تناسبهم، مستويات الأجور اللي يفكرون فيها، وحتى مسميات المهن
والأوقات، سواء دوام كلي، دوام جزئي، نوبات للذكور والإناث، بكل ما نعم يعني طرق البحث أو خلينا نقول المعايير اللي تناسب البحث عن عمل هو اللي يختار وظيفته نعم بنفسه. هل تختلف شروط التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة العمل عن الحضور الشخصي؟ لا يوجد أي فرق، نعم كامل المعايير هي نفسها بالنسبة للحضور الشخصي أو الحضور في موقع الوزارة، ذات المعايير وذات الاشتراطات نفسها وذات الخدمة، بل لربما الحضور الإلكتروني يوفر مزايا أكثر بكثير من الحضور المباشر في يعني مراكز الوزارة، على اعتبار أنه ممكن يكون الوقت محدود للبحث والمناقشة مع المرشد، ولكن هناك مميزات أيضا للحضور وهناك نعم مميزات للحضور الإلكتروني. نعم، وما هي الآلية المتبعة لمعرض التوظيف الإلكتروني؟ طبعا معرض التوظيف الإلكتروني الباحث يدخل موقع الوزارة يختار الخدمة المطلوبة، بعد ما يدخل طبعا هي العملية تتم فقط للمسجلين الباحثين عن عمل مسجلين لدى الوزارة، بحيث أنه تم سبقا ادخال مؤهلاتهم وبياناتهم الشخصيه ويتم المطابقه او البحث بحسب مؤهلاتهم. طبعا المعرض الالكتروني ممكن يرشح نفسه للوظائف اللي تناسبه وراح يكون في سجل خاص فيه وراح توصل النتائج سواء تم الموافقه عليها او تم رفضها او تم ترشيحها لمقابله، كل البيانات راح تكون متوفره عنده ويتابع نفسه بنفسه الباحث عن عمل، يعني يرصد النتائج ويتابع شنو نتائج ترشيحاته. نعم، السيد حسين الشامي مدير إدارة توظيف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا لك. أعلنت وزارة الصحة عن تدشين خدمة جديدة وهي التطبيب عن بعد عبر استشارات بتقنية الفيديو، والتي ستكون متوفرة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا. ودعت الوزارة المرضى والمراجعين للاستفادة من هذه الخدمة وكذلك توصيل أدوية الأمراض المزمنة الدورية للمنازل، وتشمل الخدمات المقدمة للاستشارات عبر تقنية الفيديو كل من الاستشارات الطبية البسيطة والاستفسارات الصحية وطلب التحاليل المختبرية وتجديد الوصفات الطبية وكذلك مراجعة نتائج التحاليل والأشعة وغيرها. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. إنجاز أعمال تطوير ممشى مدينة عيسى بنسبة 80%. أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح أن العمل متواصل لإنهاء شهادات إثبات بيع أصول الصيادين. وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية أن الوكالة ماضية في تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة سواء بشراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم. وذكر أن الوكالة مستمرة في جهودها للنهوض بقطاع الصيد واتخاذ الإجراءات بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل وقف أي مخالفات من شأنها أن تضر بالمخزون السمكي لمملكة البحرين، منوها إلى أن ذلك يأتي بالترافق مع اتخاذ المبادرات التي من شأنها دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة مهمة على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين. صرح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبد اللطيف عبد الله بأن البلدية تنفذ حاليا أعمال تطوير ممشى مدينة عيسى المطاطي بالتعاون مع المجلس البلدي، حيث تم استكمال 80% من أعمال المشروع حتى الآن. وأفاد المدير العام بأن أعمال التطوير شملت تركيب أرضية مطاطية في 5 مناطق للألعاب بألوان مختلفة وتركيب العشب الصناعي والطوب الأحمر لممرات الألعاب، بالإضافة لتركيب ألعاب متعددة وأخرى رياضية. كما سيتم أيضا زراعة أشجار مختلفة وتركيب شبكة الري وتركيب المظلات في مناطق الألعاب، وذلك من أجل جعل هذا المرفق الحيوي المهم مقصدا ترفيهيا يلائم مختلف احتياجات الأسر وأطفالهم.
وأكد أن البلدية تحرص دائما على تطوير المرافق التابعة لها سواء أكانت مماشي أو حدائق، وتضع خطة سنوية لصيانتها وإضافة خدمات جديدة فيها تواكب تطور وتطلعات المواطنين والمقيمين وتحقق لهم الرضا. أطلقت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة مسابقة تصويرية لتسليط الضوء على طبيعة المبادرات والمساهمات المؤثرة للمرأة البحرينية في التعامل مع تحديات الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا. وتأتي المسابقة التي تحمل عنوان قصتي بعدستي في سياق جهود مملكة البحرين الاستثنائية في مكافحة الجائحة، وذلك بهدف رصد القصص المعبرة والتجارب المؤثرة للمرأة البحرينية لدى تعاملها مع الظرف المستجد في كافة ميادين العمل وفي المحيط الأسري والاجتماعي، على الرغم من صعوبات وتداعيات الأزمة الصحية التي أربكت سير الحياة وتعمل على فرض واقع جديد يستوجب التأقلم معه. وإلى حالة الطقس في محافظة مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.